تواصل إدارة بعثة الحج البحرينية تفقد العيادة الخاصة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الصحية اللازمة للحجاج البحرينيين في المشاعر المقدسة. وقد أكد فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس البعثة خلال زيارته لمشعر منى، أكد جاهزية المخيمات التابعة للحملات البحرينية، وأن جميع اللجان تواصل العمل للتأكد من كافة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث باشرت اللجنة الأمنية بتسليم الأساور الخاصة بالحجاج للحملات البحرينية في مقر البعثة، إضافة إلى التنسيق مع الجانب السعودي في وضع جدول وتوقيت لكل حملة يضمن سلامة التفويج من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة عبر قطار المشاعر. فيما حرصت لجنة التقييم والمتابعة على مواصلة زيارة المرافق الخدمية والصحية للتأكد من توافر جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، وزيارة أماكن تحضير الوجبات والأطعمة للتأكد من معايير السلامة. الاستعدادات اللي احنا نسويها في المشاعر، التأكد من المخيمات، التأكد من التسليكات، التأكد من توفير طفايات الحريق، وتأكد من الهوز ريل شغال ولا لا اللي هو مضخة المياه حق لو صار حريق، نتأكد من مخارج الطوارئ، تأكد انه ما في اي شيء يعيق مخارج الطوارئ داخل الخيام، نتأكد من اماكن وضع المكيفات هل هي صحيحة ولا غير صحيحة، بحيث ان لا دار هواء ولا شيء ما تكون تسقط في الارض. مسوين عيادة خاصة حق الحجاج، عندنا عيادة رجال حق الرجال، عندنا عيادة للنساء، وعندنا سوينا مثل ما امرون وزارة الصحة ان نسوي غرفتين عزل مع هاي ظروف الكوفيد، نسوي غرفتين عزل، سوينا غرفة عزل للنساء وغرفة عزل للرجال، ووفرنا فيها كل الاشياء المطلوبة. طبعا هنا محور عملنا ان نروح حق الحملات نشيك طبعا الفندق اللي ساكنين فيه، الغرف، العياده، غرف العزل، اي شيء يتعلق بالحجاج. بالاضافه لذلك نروح للمطابخ اللي تزود الحملات بالاغذيه سواء المطبوخه او السلطات او الحلويات.